البلاستيك سيرجري فيها المواضيع المهمة جدا جدا، يعني هي مواضيع البيرن وموضوع الجرافت والفلابات، يعني تتكلم عليه قصة الووند هيلينج بصفة عامة. الووند هيلينج هذا من ضمن الفلاب والجرافت وكذا، حتطلع في كثير والثاني هو البيرن المانجمنت بتاعه، واخيرا هي قصة الماكزيلو فيشل إلى حد ما والتيومرز بتاعت السكن. لو جينا بتيومرز بنطلع، احنا عارفين كويس ان في حاجة اسمها سكويرز سيل كارسينوما، في حاجة اسمها مالجنت ميلانوما، في حاجة اسمها بيزا سيل كارسينوما. طبعا هادو المواضيع الكبار الثلاثة لازم تغطيهم. صراحة الماكزيلو فيشل سيرجري فيها قصة الفراكتشر يعني، وحاجة اسمها الفورت كلاسيفيكيشن الماكزيلو فيشل سيرجري، لكن نبدو بقصة الووند هيلينج. أول شيء نوريكم بس البلاستيك شو وصفه المونتاج، يعني بتكلم عليه جزئية البلاستيك. شوف زي ما قلت لك توا، في عندك شوية انتروداكشن واستيتيك سيرجري تجميلية، يعني في سكن سيرجري بتكلم فيها عن الجرافت والفلاب، في حاجة اسمها سكن تيومر اللي هم قلت لك الثلاثة الكبار، في الهاند سيرجري يعني تتكلم عن شوية حاجات اللي هم بخصوة الانفكشن وعن التروما. ما زلنا في شيء غير نبدو على بركة الله بقصة ليش البلاستيك سيرجري كانت الأكشن. هو طبعا انتم عارفين ان البلاستيك هو فرع من الجراحة، لكن باش يتخصص بحاجات حاجتين، حاجة اسمها ريكونستراكشن باهي وحاجة اسمها كوركشن. باش نوضحك الفرق ما بينهم زوز، لما نجي نقول لك ريكونستراكشن بمعنى انك انت حاجة صار لها مشكلة معينة وبتعالجها، يعني عندنا يا سيدي الكونجينيتال انوميلي، عندنا الاكوايرد ديفكت، مثلا مريض حصل تروما على وجهه، صار له فراكتشر في النوز، صار له مريض عامل صحنا اخذناها كانسر بريست وحولت لبريست. اذا ما كنا بنقول حاجه اسمها ريكونستراكشن، كلمه ريكونستراكشن معناتها صارت مشكله تبي تحلها. يعني عندك كونجينيتال انوميلي، كليفت لب كليفت بلد بدينا عاملين، عندك بريست تنحى تبي تعوضها ببريست ثاني، عندك مثلا تستس حولناها اوركيدكتومي بتعوضها بتستس ثانيه، هذول كلهم اسمهم ريكونستراكشن. وهذه طبعا اللي يعني دينيا ديما ما فيهاش اي مشكله، لان مريض خشم اتكسر وتعوج تبي تصلح له حاجه صارت له، هي اسمها ريكونستراكشن. اما الكوركتيف سيرجري هتكلم عليها، والله خشم كبير شويه بالنقص، الجفن طايح نبي نعليه، الوجه مرخي شويه نبي نشطه، البريست صغير نبي نكبر، مش عارف اللبس صغيرون نبي نكبر، هذول اسمهم الكوركتيف سيرجري. فلازم تعرف الفرق ما بين كوركشن وري كونستراكشن. الكوركشن عليه نقاش كبير ما نقوش نناقشوا فيه، ولا مجال طبعا ايش احنا بنناقشوه. اذا في استيتيك سيرجري اللي هي التجميليه زي ما قلت لك تو، فيس ليفت بمعنى شحط الوجه، بريست اوجمنتيشن، بريست ريدكشن، ليبوسكشن، هذول كلهم اسمهم استيتيك سيرجري، فيسن وهاند ومكزيلو فيشل وغيرها. نبدو بأول برانش من الجراحة اللي هو الأستيتيك سيرجري اللي هي عملية تجميلية. التجميل هنا طبعا موضوع كبير، لما نجي نقول طبعا احنا مشهور شنو مثلا مستشفى الحروق والتجميل، وكأن البلاستيك كلها عبارة عن شوية بيرن وشوية تجميل، والتجميل اسمه أستيتيك سيرجري اللي ما يعرفش، فكلمة أستيتيك بمعنى تجميل. لا، وزي ما قلت لك التجميل نوعين، في تجميل لحاجة صارت مشكلة، وجهها انقص بصاروخ، مش عارف شظية جات في وجهها، خشمة تعوج لأن عندها رينوسكليروما، عندها ليبروسي، هما اسمهم ريكونستراكشن. أما واحدة زي ما قلت لك بتغير الشكل بتاعها، رينوبلاستي مثلا، بتغير في الخشم، مان أوكلوجن، فم ما يتسكرش كويس، تبي تعدل، فيس ليفت، تبي تشحط الوجه بتاعها، تايدنج أوف سايلينج سكن، سكن مرخي تبي مثلا برغبتها تبي تشحطها شوية. بليفاروبلاستي ان الجفن نازل ولا كذا تبي تعدله، ابدومينوبلاستي تبي تعدل ليش بطنها، اللي هي هذه باسمهم باختصار اسمهم استيتيك كوركشن سيرجري. اما طبعا بريست كوركشن حتى هو ليبوسكشن. تعرف الفرق بين ليبوسكشن وابدومينوبلاستي؟ الابدومينوبلاستي هي تفتح السكن بتاع المريضه، ما هي يعني تتكلم على بطن المريضه هيك او المريض، يعني هو متى شو صار دار رجيم، جسم انقص كله وبطنه قعدت معبية فات، ما عادش بتنقص بكره يبي يعدلها. فنفتحه مثلا زي فتحة السيزيريان سكشن، ونفتح السكن فوق ونقدر نقشطه بالفات كله اللي هو فيه. في عملية واحدة ممكن نطلع 12 13 كيلو
من بطن المريضة كلها فعلا مثلا، فهي هذا اسمه ابدومينوبلاستي مشهورة جدا. أما الليبوسكشن لا، الليبوسكشن كنت ايش تدير؟ تدخل زي البروب شفت بتاع المنظار نفس المنظار، هذا سكن ولا تخشش تحت سكن أو من هنا شو تدير؟ تذوب كأنك شحم بتذوب على نار بدوب يولع مية بشفطة، فعبارة عن تذويب الشحم وشفطة اسمها ليبوسكشن. غير ليبوسكشن عنده شروط طبعا، ليبوسكشن هذا طبعا الكل بيقول نقبات خير من فتحة ولا؟ ميزة الفتحة يجي إذا تحت شوية منظرها وتفتح وتنحي التبين اللي فات في جلسة واحدة. أما الليبوسكشن مش مسموح لك بأكثر من 2-3 كيلو في الجلسة الواحدة، وكل جلسة تبين هذاك الحساب. فهذا الفرق بين الليبوسكشن كمان ما يصيرش في كل الأرقام، غير مش خشش مع جراحة التجميل اللي يسألوا فيه ونركز عليه اليوم حاجة اسمها سكن جرافت وسكن فلاب واللي حاضر ما يلبس. يعني شكلك أمس عرفتي كيف تتكلمي بعدين. روح بشار وقال لما يسألوك قول يعني ما تقدرش. لا والله ما عليك. إذا الليبوسكشن إنك تذوب الدهون. أبدومين بلاستي إنك تنحي الفات بيدك مع شيء. وفي حاجة اسمها بريست كوركشن بمعنى طنقست البريست الكبير، تكبير البريست القصير. ماستوبكسي إن البريست حجمه معقول لكن مرخي بتشحط تحطه هلبة، هذا سوى فيها بريست كوركشن قاعدين. وزي ما خشوا متأخرين كلمة كوركشن إن ربي خالق هيك لكن أنت تبي تعدل، هذا اسمه كوركشن. أما الريكونستراكشن صارت مشكلة. أعطيك مثال البريست ريكونستراكشن آخر ماستكتومي نتيجة لكانسر. هي عندها كانسر بريست حولت لك، طبعا دائما تناقش مع المريض. وزي برا بالذات مثلا برا يقولها لو انت عندك كانسر احنا عارفين كيف تتعامل معه. الحجم بتاعها 4 سم 5 سم. احنا نقدروا عندنا حلين، يا اما بنعطوك كيماوي باش المكسور باش تحافظي على البريست وندير وايد دبل اكسجين، او نحل البريست بقى كيف بنديره عندنا عمليتين، يا اما عمليه من الجسم نفسه ناخذه ريبتس ابدومينس ركبوها فوق، او لاتسموس دورساي نجيبوها لقدام يولي عندك بريست ثاني من الجسم نفسه، او نحطوا سيركل، سيركل افضل طبعا، نحطوا سيركل كبديل للبريست. هذا اسمه بريست ريكونستراكشن. واحد صار له نزل ديفورمتي وعدلت الخشمه برضه اسمه ري كونستراكشن. كلمه ري بمعنى اعاده ترميم. بلاست بتعرفوا اول خشتنا هيك على البلاستيك سيرجري، البلاستيك سيرجري التجميليه ما بلاستيك طلعت كبيره، بلاستيك فيها الحروق فيها ماكسيلوفيشل فيها قصه سنون، لكن استيتيك سيرجري التجميليه طلعت جزئين يا كوركشن يا ري كونستراكشن سيرجري. لا لما تاخذ الريسمس لما تاخذ كذا انت انترفير مع اكشن بتاع عضله مهمه الريتس، هذه مشاكل الهرنيا تسمس درساي قصه الحركه بتاعها صعب تعويضها بالذات هيك لاين بس بتاع تسلط في القصه. فلذلك انت لما تاخذ عصب مصل ثاني انت فسدتي منظر كان ثاني ثاني حاجه الرسم مش بيكون المنظر المطلوب. اما السيليكون تعدل في الحجم وكذا، طبعا السيليكون عنده عيوب هنتكلم عن كانسر بس سيليكون حيدرب لك طبعا عنده سيليكون ما تعرفش ريكرنس زعم بيصير ريكرنس ما تصيرش ريكرنس وراها فهمتوا؟ وقتها لازم تطلب ام ار اي. الام ار اي بتاع البريست ما استخدمناش احنا ولا افضل استخدام الام ار اي في البريست لما يكون دايره سيليكون، او لما دايره سكار افرض ان هي قالت لك لا دكتور ما في شيء تحول البريست وعندك لدم في سكار. صار سكار هو صار لك كيلويد، حناخذ كيلويد تو فما عادش عرفت هذا كيلويد ولا كانسر في السكار. يمين من يحلها؟ لا مش بيبسي الام ار اي. ليش؟ السكار فايبروس تشو يابس، لما تدير الام ار اي يطلع رصاصي او يعني اسود. الكانسر هاي اللي بسكره فيطلع في الام ار اي الابيض، فرق كبير. اذا بالاخير بكره لو انت سجمت معي في دسكشن مليح ولقيتك كنت سوبر حنقول لك انت وات ار ديفستيشن، قلت لي التوصال وكذا قلت لي الام ار اي. هنا يقول لك انت كان في امكانيه تقول لي افضل استخدام الام ار اي في البريست في حالتين، حاله ان هي سيليكون دايره افضل شيء في تشخيص الام ار اي، والحاله الثانيه تدفرنشيت بتوين سكار انه هو كلويد ولا هو مالجنس. فهمتوا؟ المهم تو احنا قاعدين ندرس وقاعدين ندرس تو خشينا في قصه الووند هيلينج. طبعا الووند هيلينج انتم كذا قاعدين لازم تقروه. الووند هيلينج هو برايمري ووند هيلينج وسكندري ووند هيلينج وكذا، سهل جدا. وان اصلا الواحد لما ينجرح او يصير فاسكولار فيس هو عنده احنا لما نجرحه شو بيصير باظ شنو؟
كونستراكشن ولا ولكن لما برام لما بصير ترميم بفاصل فالخطوه اللي تلقاها بدايتها بفاصل كونستراكشن هي والنهايه بتاعها بفاصل شنو؟ دايتيشن بالشيء هذا. ثاني حاجه بتخش الخلايا كلها بيديروا فايبرين زي الشبكه وبتسحب الخلايا الليكوسايت والفايبروبلاست كلهم بيخشوا باش يحاولوا يديروا بريدج ويسكروا هي. وبعدها تصير قصه الماتيوريشن فيس واللي مستغربين الطلبة ان السكار باش يكون والفورم من 9 شهور لسنة. راهو جابوا في الاسئله ان والفورم والسكار امتى؟ راهو بعد 9 شهور الى سنه. لذلك احنا ناخذ القصه هذه بعدين نتكلم عليها في فرق الباب والكرافت. وبعدين طبعا من ياثر في الوود هيلينج؟ زي اللي ياثر في البون هيلينج زي اللي ياثر في كل شيء. اللي قلت لي المره فاتت في الهرنيا. ايوه الايج وجنرال فاكتور لوكال فاكتور بور بلاد سبلاي مال نيوتريشن مش انا قلت لك فيتامين سي مهم للكولاجين. فيتامين اي والزنك مهم والفيتاليزيشن. المغنيسيوم حتى مهم للوند هيلينج. كورتيكوسترويد لو كان ياخذ فامروميد قلناه كل هذا او لمس اسبرين نظريا حتى ياثر. وكذلك الانفكشن لو صار فيه في الوند او واحد عنده مشاكل ضخمه زي الدايبيتس والفيلر وغيرها. توا بنخش شويه في المهمه هو الناس اللي عندها مشاكل وصار فيها قصه شنو هو يطلع عليها متفضل معي خليني اوريكم بس حاجه اسمها شوف خليني اوريكم توا مشاكل الوود هيلينج. واحد صار له جرح شو احتمال يصير له؟ اول شيء احتمال يصير له سكار مش مضبوط. كيف سكار مش مضبوط؟ بوريكم مثلا هذا هو شفتوا؟ هذا حاجه اسمها كونتراكتشر. كونتراكتشر بمعنى شنو؟ تعكرش مش كونتراكشن. يعني شنو يصير؟ واحد انحرق باش الهيلينج احنا كنا ديما سكار فايبروسز يعني والفايبروسز شو بيصير؟ بدات في الجوينت نفسها بيصير لها كونتراكشن فما عادش يقدر يفرد او ركبته مثلا ما عادش يقدر يفردها فلذلك هذا يسوي فيه كونتراكشن. هذا شنو المشكله؟ انه هو جزء من الوود هيلينج انه يصير كونتراكشن فلما يكون في جوينت ياثر. الحاجه الثانيه السكار العادي ممكن يقول لي هايبرتروفيك سكار وممكن يقول لي حتى كيلويد. شفت الكيلويد هذا؟ ممكن تلقاه في البريسترا تلقى منحي سكار عادي دور اصبع زي كانه ريجنسي منظر كانه ريجنسي. وليه بنفرقوا بين حاجه اسمها هايبرتروفيك سكار وبين حاجه اسمها كيلويد؟ شوف هذا وند ماشي وهذا وند ثاني. الفرق بين انه هو هايبرتروفيك سكار، السكار بيتكون هيك هايبرتروفيك ما تطلع برا مسطحك هايبرتروفيك سكار اصبح بارز. اما الكيلويد الفرق وايز في هالبره انه انفيدنج النورمال تيشو. يعني السكار لما انفيد النورمال تيشو يولي اسمه كيلويد. فهذا سؤال مهم جدا ما الفرق ما بين هايبرتروفيك سكار والكيلويد. هايبرتروفيك سكار فقط اليفيتد من السكن وفي نفس مكان السكار اما الكيلويد فهو انفيدنج النورمال تيشو. للاسف الشديد تشبه فهو شو بدي اقول معي واحد من الشباب دكتور حول القصه وخيط طب قصه وخيط شنو؟ نفس العوامل. فلذلك اصبح في اختيار احنا اول حاجه شو الاماكن المحببه من الناس اللي تحب انها يصير فيها سكار بصفه عامه عندنا قاعده تقول البلاك مور ذان وايت معرضين للكيلويد وهي مدرك السكار. وثاني حاجه مناطق دون مناطق قدام ستيرنر وحده الودن اكثر من باقي الجسم لو صار هايبرتروف سكار. ولذلك برا شوف لي مريض او مريض مديره سيزيرين سكشن 10 سيزيرين سكشن 10 وشوف مريضة نفسها لما تدير سكار هنا ستيرنتوم مثلا دار عملية قلب مفتوح حتلاحظ ديما عملية قلب مفتوح سكار بتاعهم فيري كلير لأن قدام ستيرنوم وجنب الودن مناطق تحب تدير سكار كويس فهذه المعرضة أكثر تدير هيبرتروفيك سكار. بلاش عندي الحل طالع عندي مريضة جتني بهيبرتروفيك سكار أو مريضة جتني بكلويد شو الحل بديرها؟ لازم نقصه صح ونخيطه صح لكن تو عندي شروط. في ثلاثة طرق كبار كومبريشن لمدة شهور انك انت تدير بلاستر وتجيب لبسات وبعد البلاستر تبدو زي ال هذول بتاع الفك كل واحد اي سبورت فترة طويلة 8 شهور. طريقة انك انت درت بريشر. طريقة ثانية ليزر خليها براسكار بعدين نحطوه شنو؟ بالليزر باش نحافظه حلو. طريقة ثالثة كورتيكوسترويد انك انت لما تخيط تحت الجرح تحط كورتيزون فيهدي وما يخليش السكار يكبر. كل واحد عنده مزاياه وعيوبه. ان كومبريشن لمده طويله اكيد حياثر على المريض وعلى حركته وعلى مشاكله وعلى مشاكل قصه. الحل الثاني انك انت تدير كورتيكوسترويد بدير هايبوبيجمنتيشن فيقعد انت شندر حليت مشكله جمالية ودرت مشكله ثانيه في اللون.
والليزا حتى عنده مشاكله ولازم يتعرضش للشمس ولازم مش عارف شنو. فلذلك حلها مش سهل انك انت تدير حل لحاله هي ميكروفيك سكار او حل شنو كيلو. اللي قاعد ندرس سوى شنو احنا خلينا نشيل البلاستيك نحاول نكملها كلها. المفروض ناخذ موضوع الكرافت والفلاب زي ما قلت امس، لكن الوقت في بركه ان شاء الله ممكن نمشوا على الموضوع كله. اول ما بديت قلت لكم شنو هي البلاستيك سيرجري، فرع من الجراحه يتعامل مع الكوركشن والريكونستراكشن. اللي خش متاخرين البلاستيك سيرجري فيها مواضيع حلوه، الحروق تبع البلاستيك سيرجري، فراكتشر ماكزيلو فيشل تبع البلاستيك سيرجري. لو شفت انت سكال من فوق تنكسر تبع النيرو سيرجري، ينكسر ماكزيلا ومندبل تبع البلاستيك سيرجري تبع الاسنان. فدائما مستشفى الحروق دي ما تلقى فيه متعينين جماعه الاسنان اللي هم نفسهم عندهم تخصص ماكزيلو فيشل. ففي ماكزيلو فيشل سيرجري، في هاند سيرجري، اي حد عندنا قانون وجه جرح في يده او جرح في وجهه يفضل يخرجوا جماعه البلاستيك سيرجري. اذا الهاند سيرجري ماكزيلو فيشل ولا شو اسمها الثاني البيرل حتى هو كلها ماكزيلو فيشل بس كلها بلاستيك سيرجري. لكن بعدين شو قلنا؟ جراحه التجميل بس الاستيتيك من فيها حاجتين، يا كوركشن يا اما ريكونستراكشن. بريضه الله غالب جاها كانس بروست حولتها تبي تعوضها ببروست ثاني، هذا ما في شيء حرام ولا شيء اكيد يعني. انك انت بتعوضها خلاص تسس نحت بتحط لها تسس ثانيه، صبعة قطع بتحاول تحط له صبعة ثانية، خشمة تعوج بتحاول انك انت تسلمه في مكان، هذه يسمى فيها ريكونستراكشن سيرجري. اما زي ما قلت لك واحد اخترع على باله يندس في شوارب ولا يزيد في البرست ولا اخترع على باله مثلا تشحط وجهها ولا مش عارف شنو يدخل فيه كوركشن سيرجري. خشينا بعدها النباه يا سيدي خلينا نحكي على الوند هيلينج، هذا برانش مهم. عرفنا كيف الوند هيلينج والبرايمري والسكندري انتنشن وكذا، انتم عارفين انه الكلين انسايزد ووند يعني لما يكون جرح نتاع جراح هيك يبرى بالإبثرايزيشن قبل، يسكر الإبثيليوم قبل وبعدين يدير جرانيشن على راحته وفي خلال يوم يسكر جرحه لو كان كتر بالموس. هذا ايش التواصل عندنا قاعده للدوله العمليه بالذات زايده ولا بروسكوب واحد من ثالث يوم ثاني يوم بكثير من اقل ممكن نقول دوش خلاص. احنا طبعا من ثالث يوم بالذات نقول لازم ندوش خلاص دوش عادي، لان شنو؟ احنا عارفين في اول يوم سكر سكر كلين انسايز دون سكرته بالستشز قربت البعض على اخر يوم واحد بيتسكر ابثيليوم هي في برايمري وند هيل. فدي لو سلكوا مع الباث تقريبا ثالث او رابع يوم او ثاني او ثالث يوم اللي هو الباث. فبدايه ثالث يوم ديما نقول ندوش عادي. احنا اصبح عندنا بدات مستشفياتنا غادي في طرابلس لما يجي يديروا العمليه ثاني يوم او ثالث يوم يطلع من المستشفى نحاول نلصقه نقول له برا امشي ما عادش تحط لصقه جو بتاع 10 ايام اللي محضر عليها ومسكر ويوم بعد يوم يغير ويجيك بعد 10 يوم 10 يوم دكتور بدنا ندور شيء هالحرب انت قاعد تدوش تسكر فيك فما عادش في منها الدواء هذه ما عادش في منها خوف لان احنا عرفنا بالوند هيلينج انه في خلال يوم بالتريدشن يصير. اما كان هو بالعكس دايما تفوت فاير بيرفكشن الوند مفتوح وقتها استلمت يبدا جرانيشن تشو قبل وبعدين يبدا الابثرايزيشن يزحف مسرح الدنيا كلها. فهذا الفرق ما بين البرايمري وش الثاني مسرح. كل وند يعني كل عمليه مش تحول غرزه؟ لا مش غرزه. ما قلت لك الخوف واحنا شو صاير لنا احنا؟ تو مستشفى عام نقدر ناخذ راحتنا. شو بيسوي المريض؟ اللي يحول الفاشل فيسا ودوش فيسا لو صار التهاب حيقول لك واي حد هذا زي هذا انت بتدوش من ثاني يوم انت محول فاشل من ثالث يوم هذول بيحطوها في راس قصه. لكن احنا في مستشفيات العامه سهل التعاون بين المريض فلما صارت اصلا نغطي جرحها ينتهي مرات واللي معرض جرحه مرات ينتهي فالشانس بتاع الانفكشن قاعده هي غير لكن هو بيحط في راسك انت بما انك انت حولت فيشا وهذا مش متعود متعودين الناس كلها انه يغير على الجرح يوم بعد يوم يقعد 10 ايام اسبوعين وبعدين يحول الفاشل بتاعه. لكن خلاص احنا تو لينا ممكن اكثر من سنه وشويه كل المرضى نقول لك نحول الرزق بتاعها داير هامي واحد نقول له هيك بس ثلاث يوم نلوحوها قدام هيك ونقول له خلاص صورت ما عادش تغطي جرحك تقدر تدوش حاجه وعادي جدا. خش في قصه ثانيه تو احنا تو قدرنا الوند هيلينج عرفنا ان نتائج الوند هيلينج تبي عمليات جراحيه زي هايبرتروفيك سكار وكيلويد وكونتراكتشر. كونتراكتشر شو الحل بتاعها؟ ان الوند جاي الغالب هو المفروض الجراح من الاول ماخذ حساباته اي جوينت يمشي معها
ما تمشيش معها بالعرض، مش امشي معها بالطول، قصدي مش معها بالعرض. انا هذا الجو بتاعي نفتح بالعرض ونحول الكيس ولا اللي هو خير ما افتح بالطول. صح لو فتحت بالطول اكيد حيكون سكار وحيتعكرش ويدير لي يدير لي كونتراكشن ضروري، طبيعي طبيعي جدا. فاذا كرفتحوا مع اللاين ما نفتحوش اجين الا في ظروف معينه. وباقي الابر لا، طب الابر لين كلها تفتح بالطول الا في جوينت تفتح بالعرض. فدي بالاخر مش مع الجوينت مش ضدها. تلقوا الناس اللي غيروا ركبتهم اكيد عندكم بالحياش ولا جيرانكم فتحين بالطول من جاي قدام اكستنشن عادي قدام تحط الالبو تخلي بدك تفتح عادي. لكن بصفه عامه يفضل انك تفتح بالمع وليس ضد الجوينت. بيسدي صارت هي فتحنا بالعكس اي ظروف. في حل ثاني فيه ان اثناء الجرح موجود ندير جبس بتاع اسبوعين هيك نخليه مجبس باش نحافظ شويه عليه انه ما يصيرش كونتراكشن. يا سيدي صارت بعد علاج طبيعي صارت انا جاني بعد 5 شهور ولا 6 شهور ويده مش قادر يفردها بالكامل علاج طبيعي تنفتح. يا سيدي ما فتحتش تبي عمليه اسمها زد بلاستي نفتح حرف زد ونخيط خياطه خاصه نطول فتره السكن ويقعد يرتخى. اذا لو سالته على الكونتراكشن شو نقول له؟ المين تريتمنت انك انت بريفنشن ماذا بيك عن طريق الفتح تكون صح. ولو فتحت غلط تدير بلاستر اللي هو جبس. ولو ان ما فتحتش بعد الجبس تدير فيزيوثيرابي اللي هو علاج طبيعي. ولو ان ما انحلتش برضه تحتاج لعمليه ثانيه اسمها زد بلاستر. هذا بيعمل شنو هذا؟ كونتراكشن. بس سكار ولا شو اسمها ولا هايبرتوب سكار كلويد اكسجين وبعد اكسجين نعمل به يا اما كومبريشن فتره طويله يا ليزر يا اما كورتيزون. احنا تو مبدئيا الفكره وقت عندنا سهله وعرفنا مبدئيا شنو هم كونتراكشن والكلويد ماشي. تو نرجع لموضوع العلاج الطبيعي هم طبعا يعرفوا لما تبرى الجرح وكذا ياخذوا اول حاجه بياخذوا بول فيزيوثيرابي بعدين اكستنشن. لا واضحه واضحه زي هذه ما فيهاش شويه نقدر نعالجوا اللي تحس انه هو يمشي معاه. في وقت لو ما يمشيش معك عشان تبي عمليه ثانيه تبي قصه تعرف ايش معنى كونتراكشر شو معنى كيلويد شو معنى هايبرتروفيك سكار. نمشوا حبه حبه في موضوعنا. تو عرفنا ثلاث مواضيع كبار هم خشوا انا كجراح عمليه تجميل شنو اللي صار لها اي لقطه ها ووند خلينا نحكي ووند مفتوح كيف نسكروا الووند هذا؟ يا اما ستشنج عادي انك انت تقرب لبعضه وتخيط مثلا واحد في وجهه عنده جرح شنو عندك من الحلول لي؟ بما ان عنده جرح اول حل في دماغي نخيطه لا ما يجيش لبعض هذا ستشنج يبقى يدير له جرافت يدير له فلاب. وهذا اللي بتعرفوا شو انتم الفرق ما بين الجرافت والفلاب وشن هذا وشن هذا. خلينا نوريكم بشوي الجرافت والفلاب. شوف هذا خلينا نحكي اول حاجه عن الجرافت. شفت هذا يد اهو يد في جزء من النص مفقود اهو وحابين نغطوه. واحد دايبتك وصارت له مشكله وفتحناه والسر وهيلينج باي جريشن واصبح ما شاء الله عليه يبي كذا. واحد نيكروتايزنج في الشايتس في رجليه واخذ مساحه كبيره والحمد لله قضينا على التهاب ودرنا ديبرايمنت واصبح قريش تشواتي يبي جده بس. فنبو جده تو احنا عاد الجده هاي تقدر تدير جده جرافت وجده بشنو؟ بفلان. ما الفرق بينهم؟ خلينا نبدا بالجرافت ولا الجرافت انك انت تاخذ مكان وتحول منه جده زي اهواء اسمها همبي نايف. في عندنا يا سيدي شوفوا نوريكم بس الماكينه اللي نحاول بها في ال شوف بس صورة ال صورة حاجة اسمها همبي نايف بهيرو
في عندنا سكين خاص هو شوف هو هذا السكين اللي يحكي عليه اسمه هامبي نايف هو هامبي نايف يجوا فيه بالإنسرومنت اللي هو عندك بالإنسرومنت إيه إحنا يجوا فيه التو بالإنسرومنت كيف الصرفات كيف بدو فيه شنو ترى واحد التو جدا الفخذ بتاعه نظفها وزي بتاعت ماكينة اللوحة شو اسمها هي اللي بالتعب التقني قبل اسمها المسحاج ايه المهم هذه تمشي على اللوح وتنحي قشره هي نفسها بالضبط شفت شو بيجي توا ياخذوا بهي شوف معي يجي على الفخده بهي ايش ما بتصير افرض هذا الفخده بتاعك يجيك بالماكينه ويحول الماكينه فيها درجات قديش تاخذ انت قديش ملي تاخذ وجده ما نقدرش كلها تختار مش الجده ابيديرمس وديرمس فناخذ ابيديرمس وجزء بسيط من الديرمس بس ناخذه معنا نمشي فاسمه بارشيل سكندرافت مش كلها بارشيل سكندرافت طبعا شو بتعمل الميزه هذه بارشيل سكندرافت انك انت تقدر تاخذ كميه كبيره لا مش غير هيك بعد ناخذ كميه كبيره يا اولاد نمشي بعد ناخذ كميه كبيره شو كيفها هذا جدا هي هاي شفتوا هذه واخدين منها مثلا الفخذه بتاعها واخدين منها قطعه شفت القطعه اللي واخذها انت تطلع زي البيضه هيك شوف هاي تطلع زي البيضه الميزه انك شفت ماكينه زي الرشده هي تحط فيها هذيك شويه في ماكينه الرشده تفتح اكثر فهمتوها وميزه الماكينه هذه شفتوا السنون بتاعها فيها زي الهرود هيك فيا اما الماكينه نفسها واطيه منها تفردها زي الرشده هيك وتهردها يا اما تفردها بس في ماكينه تفردها بس لما تفردها تاخذ بالنايف تقطعها شوي شوي تعرف ليش؟ تشبه فيها قطعه سكر اللي هاز عليها هي وتحطها في مكان كبير فرضا حطها هيك حطيتها في مكان كبير شو بصير؟ لما تحطها مرات تجمع تحتها سيروما ولا هيماتوما لو حطيتها مسكره وتحط سكر من هنا يوم يومين تلقاها خلاص ولا اسود لان تجمع تحتها سيروما او هيماتوما شو الحل؟ نهردوها باش لما نضغطوا لو تجمع شيء يطلع من هرودها اذا هذا يسوي فيه بارشل سكندرات شو الميزه اللي فيه؟ تاخذ قديش ما تبي وتقدر تكبرها زي ما تبي وتحطها لكن عندها عيب لما يبرى حيطلع واضح ان هذا مدير زراعه جلد واضح الفرق في فرق لون وبشر شروطها هي شروطها ثلاث حاجات ان المكان يكون فاسكولارايزد يعني في فيزل ما تحطهاليش في واحد عنده زي ما تكون مستحيل تنجح ترجع يا دوب وصلها دم بتحط لحتى جلده معفنه مش حياخذها هو على ايش يعتمد هو؟ لما تحط سكن جرافت يعتمد انه انفيجن في خلال ساعات الفيزل حيمشوا ثالث يوم كثير تلقاها تعب من الدم فاهم شو قصده هو الهدف ان التشو اللي عنده فيزل يدير انفيجن وياخذ سكن هو اللي ياخذه فانت معتمد على المكان فيبقى ثلاث حالات الفاسكولايزد المكان نفسه اثنين لذلك مستحيل تحت ركبه تديره تحت ركبه مستحيل تديره فحطيته هنا الحاجه الثانيه ما فيش انفكشن حاجة الكمبريشن نبو كمبريشن نبو لصقوه منها ما يقعدش مكان تحت يتجمع في شيء ومنها باش نجبر الجماعة التانية ما نبوش يتحرك طبعا نجب صورة لما نحطوه زي الدواء نضغطوا عليه ويتجبس ويقعد ثلاث ايامات كاملة بعد ثلاث ايامات تحرك يتفتح والقاس داخل الجسم يتفتح تلقاها قطعة صوت ما عادش ترفع بتلوحها خلاص لو هذا فين جرافت اذا هذا شو اسمه يا ولد بارشل سكندرافت ليش قلت بارشل ما في فول تكنس فول تكنس يا ولاد نعطيك حاجه صغيره مشيت هنا فتحت الموز بط 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 فتحت قطعه زي توك خذيتها كامله بجد بديرمس اند خذيت معها شوية فاتحتها بالكامل اخذ القطعه هذه ناخذها بالكامل ونحطها في الوجه شو ميزتها؟ ميزتها انها ما فيش كلر تشنج ميزتها انك لما تاخذ جلد تاخذها بشعرها مرات يعني تاخذها بالملحقات بالسويت جلاند بالهير بالجو كله تقول لي بكره ما في شيء بتحطها لا عاد بيعرق ولا عاد بيطلع شعر في المكان هو فما في شيء كماليات الجلدة ده كماليات بقى بالشعر بالسويت بكل شيء ميزة تانية انك انت كلر كذا ومش ذات انه جود كواليتي فلما يحط كان هو نجح حيطلع كده مش بدير عملية لكن ايش العيوبها؟ تقدرش تاخذ مسافة كبيرة تقدرش تكبرها صح هو والعيب الاكبر انك انت لما تاخذ منها شفت يدي اخذت منها ولا يدي تحتاج الى اقرفت
مش خلقت من هنا تواجهي اللي بيسترد بوجهي اللي خلقت من هنا تاخذ من فخده بارشي جرافيك وباهي اذا اذا شو بدي لو بارشي الفخده ما هو بيستر الفخده لما تقش منها جزء حيبرد روح يبقى البارشي البرايمري سايد دونر سايد لا يحتاج لعلاج لبكري توهير هيك اللي كشطناها من الفخده وحطيناها في اليد اليد حتاخذ السكن الجديد والرجل حتعوض روحها لكن لما تاخذ فول تكنس جراف فول تكنس معناتها تاخذ الجلده كلها حتحطها في مكان حيستفيد المكان لكن اللي اخذت منه يبي بارشل جراف شنو هو السايز افضل اماكن ناخذ منهم البارشل جراف نحكي على البارشل افضل مكان بارشل الفخده والفخده وين ترى تقولوا من لاترال سايد في المين اقل شعر ما بيش شعر احنا لاترال سايد في المين وميديا سايد في المين مش كوزموتيك اللي ما يبانش اكثر فلو سئلت عن جرافت افضل مكان التاي يمين دي الاسبكت في الفيميل يلاترال اسبكت في الميل اما الفول تكنس جرافت اماكن حلوه شفت صوره الكلافيكلم جد الكلافيكلم جدا ناعمه وطريه ويتاخذ منها بسهوله جدا جنب الودن هنا خلف الودن حتى جلده طريه ويتاخذ منها تعوضك مليح اذا في فول تكنس وفي بارشل تكنس يا جماعه هذه عندها مزايا وعيوب وهذيك العكسها مثلا الفول تكنس البرايمري سايت يبي مانجمنت غادي ما يبيش في الفول تكنس مزايا وعيوبه عيوب الفول تكنس عيوب الفول تكنس ان البرايمري سايت يبي علاج غادي لا عيوب الفول تكنس انك انت إن مش اي مكان تاخذ منه هذيك تاخذ من اي مكان عيوب الفول تكنس الاخير انه هو اصلا السايز ما يخش حجم كبير غادي هذا الدخل والعيوب العكس بعدين يبقى مزايا البارشل شنو البرايمري سايد ما يحتاجش لمانجمنت تاخذ الحجم اللي تبيه وتاخذ المكان اللي تبيه لكن شنو عيوب البارشل مش جود كواليتي في سينا الستراكشر والكلر تشينج ولا وما فيش ادكسيا زوائد ولا بتعرفوش انت ما انت كان علم طب هذه مثلا هي 5 في 10 ولا حتحطها في مكان ممكن 3 في 5 لازم تاخذ حجم اكبر لان دي متاكل شبه يعني الكونتراكشر بتاعها هذا متاكلش تو ميس الكونتنس لما تاخذ 3 في 4 حكم نفس تحط 3 في 4 لكن البارش داخل مساحه اكبر باش تحط في المساحه ما هو يتعكرش بسرعه فهمت الدور في التكنس هو طب بعدين تحايل على القانون قال يا جماعه شو رايكم ناخذوا فور بارش تكنس بس اول يعني بارش نازل هلا بعد ما تاخذ بدرمس وشويه درمس خذ هلا درمس فانت شنو استفدت انت؟ خذيت معظم السكن يبقى جود كواليتي وخليت شويه سكن حدير هيلينج روح فاصبح في حاجه اسمها ديب فول ديب بارشل تكنس او ثيك بارشل تكنس صار اقول لكم حاجه قسمت بارش اسمها بار سكن بارشل جرافت وفول تكنس ولا البارشل هو قسموه زوز ثين اند ثيك ثين زي ما نشوف فيه قشره والثيك اللي هو ثين لكن عريض شويه بس هذا شباب جرافت مثلا خلينا نوريكم الصور مش الحكايه تدعم موقفنا اكثر شوفوا مثلا الصوره هذه شايف هذا هو هذيك الديرماتوم نفسها بيناري اسمها هذا واضح انه كلر تشنج حيقعد في لونه وكذا ومعش بيعاد ومعش كذا وبعدين شفتوا هذه خشبها حاطين لها سكن جراف فول تكنس شوف كيف ولا بعدين انسجم معش يبقى عرفتوا هذه فول تكنس يبقى اي مكان في الوجه تحطها في التكنس ما تحط لها شيء تحطها شيء بارشي حلو ونبغى خلاص تو نبغى حاجه اسمها بلاب تلقاها تفهمناها حتى الجلده تمشي بها وعلى فكره دكتور الجرافت لا يتجاوز السكن الجرافت ولا سكن بس يا بارشل يا كل اما البلاب تاخذ في بي تاخذ سكن سكن مع فات تاخذ سكن مع مصر مايوكتينوس تاخذ اوستيو مايوكتينوس تاخذ بالنيرف اسمه كومبوزيت بلاب تاخذ دي بي من هذا فلاب كيف نقدر الفلاب شو الفرق بينه وبين كذا شوفوا الرسم هذا الفلاب مثلا خلينا نحكوا عليه تو هذا الكونتراكشن شفتوه هي هذا الرجل معوجه ولاصقه ببعضها عرفتوا هيك لاصقه ببعضها هي فتحوها عن بعضها تشوفوها كلهم جدا اذا بلون ذني والناس اللي عندهم
فاسكولاريتي مش حلوه، لازم تحط له فلاب ما تحطش فلاب. شو فكرته مال الفلاب؟ جاي ببلاد سبلاي بتاع هو. طب شو درت انت بكري؟ خديت قطعه جلده معفنه هي وحطيتها، قلت يا رب التشوي ياخذها يا رب. لكن تو جاي بجميلك، شوف شوفها، جاي بقطعه شريانها حطيتها، والارتري اللي وسطها ضربت بالارتري هناك وخيطت بالارتري هذا، فانت ضربت ارتري بالارتري خيطتها طول، فجايه جايه بالبلد بتاعها بالارتري بتاعها. هذا اسمه فلاب ولا جرافيكي؟ اذا كان ارتري مشهور فاسمه اجزي فلاب، كان ارتري ان نيم مش معروف يصير في راندوم فلاب. لكن الفلاب عنده في قصه، تعال نقول لكم، تعال نعطيكم حاجه بس شوفها. هذه هي بطني، شن درت ترى؟ خذت منها جلده وفاشيا صوص سكن وفات. شوف شن درت يا ولاد، فتحت من ثلاثه جهات فتحت. شوف شن درت بعدين، خليت يدي هي حطيتها هنا، شو استفدت من هيك؟ تو هذه قاعده تتغدى، تتغدى من وين؟ بطني قاعده، يعني تقعد ثلاث اسابيع كنت خمسه ثلاث اسابيع وانا خيطتها ثلاث اسابيع عقمار، حيصير من هذه الثلاثة جهات حياخذوا بلط. بعد ثلاث اسابيع مش نقسم بطني واصبع عندي فلات معاود شوي شوي شوي. هذا بطني هي، حولت الجلد والفاشيا فتحتهم هي هنا عريان الدنيا، وغطيتها بالفاشيا، حطيت يدي هي تبي، حطيت سكرتها هي سكرتها ثلاث اسابيع هنا وهنا وهنا، حياخذ بلاد سبلاي من جهه هذه، وهذه قاعده مستمره. بعد ثلاث اسابيع نقصها ونمشي، يبقى عندي تو اصبح جلد جديد والحجم اللي تبيه بهنا عريان هذا اي حرك العود حط مسوي جرافتك خلاص بطل عادي، تاخذ جرافت من تايم تحطه هنا بارشل. هذا بري لونه مش حلو عادي، وهذا بري لونه مش حلو عادي، واصبح انا عندي شنو؟ سكن جديد زي ما شايفين في الصوره هذه. فهمتوا كيف ولا؟ يبقى نقول حاجه، كنت بنمشيها كرافتات يا بنات، نقول لكم حاجه بالله، وين بتلقى المكان اللي بتاخذ منه فول تكنس كامل؟ وين؟ هذه هلبة المكان كبير، ولا باشي المكان كله يقول لي ما عادش مليح، بس تركي الحمد لله اصبح جلده مليحه، لكن فيها شروط. شنو الشروط؟ الشروط ان هي شروط تو شوفوا شروط هاي هاي شروط ان الطول لا يتجاوز ضعف العرض. ركزوا على الكلمه هذه، فرض هذا 5 سم هو 5 سم ليش مسموح له؟ مش اكثر من 10 الماكسيم 10، اخذت 10 يا سيدي. طيب يا جماعه بدوا تعرفوا يتحايلوا على القانون، خلينا ناخذ 5 12 ماشي ماشي ماشي، خذوا 5 12 زوز اللي فوق ماتوا قصهم زايد ناقص خلاص. القانون شو يقول؟ ان اللينث مش اكثر من ضعف الويدث العرض. حلوه، فمثلا زايد 5 ب 10، وزي ما قلت لك ها انت شو بتدير؟ بتخيط ال 10 بالجهه هذه وال 10 بالجهه هذه والخمسه، بتخلي الخمسه الثانيه ان قاعده تاخذ في البلود سبلاي لمده 3 اسابيع، وبعد اسبوعين 3 اسابيع راح تقصيها هي واصبحت اليد كامله هيك طلعت بها، والمكان اللي فاضي صار تدير له جرافت مش فلاب. تو هذا فلاب، ليش فلاب جاي بلود سبلاي؟ تو السؤال بيعرف العرق اللي هنا واللي هنا يعرف من هم لا لا، اذا انت اسمه راندم فلاب. لكن لو كان مثلا انا واخذ انفيري بجاستريك ارتري معروف ويقول لي اسمه اكزيا، صار الجرافت قسمته الى بارشيل وفول تكنس جرافت من فلاب الى اكزيا راندم. لو كان مش معروف بلاد سبلاي اكزيا، لو كان وين بلاد سبلاي حلو. طيب حتى احنا فاهمين امورنا فل الفل. بدش معها انا دي من اخذت فول تكنس ولا فول تكنس مش بس خذيت اي خبرات حتى باشي ورحت مع مصر وبعدين انت عضو ايوه عضو من الاخت ايه؟ ليش خاصه؟
شو مرة تحكي واليد اللي يخدم بها وعريانة قدام الناس عندها جلد طبيعي وبطن المتدرجة توا ما أحسن وجهها ولا بطنها تقعد بمعقم هيك ولا البطن طبعا بطن متدرجة ولبس عادي هذه ميزتها تجميل دكتور ثلاث سبيع ايوه قال سبيع شو بدير هو التشو هياخذها لبعضها ويضمن لو تصل لها الدعم بعدين نحوله للاصل الدكتور هذه كبيره هذه خيرها كبيره مسكر فيه ولا مسكر هذه التشو الكبيره بينه وبين البطل بلاصتر عادي شد اسمها جوست لا ارسل لك هذا خلايا يموت وين؟ تصل لها تعملوا لا ليش يموت؟ كيف يموت؟ انت جيت بس جيت هنا حولت الجلدة حولتها تحت المصل واحد شو يقول؟ كيف تفكشن؟ تحكي على اليد بظروف طب اليد لا ليش؟ ما حولتها لا الراجل هذا ظهر يده الدورسم عنده فيه جرح عليان بطنه ما في شيء عليه حول هذا مش من بطن هذا بطن نحكي أبدومن مش بطن اليد هذا الأبدومن خذت منه جدا ويدي سليمة هذه حطيتها هنا ما هي المكان قلت لك جارس شو ما قلت لك هني مش هذا حولتها ولا حطيت شاش وحطيت لصقة ما هي خلاص ميمي مكانها هذه لا هذا بين اللوز والبطن بتموت شو يسموت ها كيف بتموت شو ما ديش فلاو عبد دايما تفوت الألصر الكبر هيك كبر هذا عايش المصر مرات عايشة وسكن جناب عايش لين انت تجيب لها حد في مكان ألصر عادي تعود كين ألصر فما طيب شنو على هذا؟ فلاب ولا قرات؟ بعد احتيارة ما ملخير البند حيوان عن قلب فيش كيف نزل شوية يعني ما تجيش 25 لا مستحيل لا دارو حل شن حل بنت خمسة كيف ناخد 25 مسموح هو أنا درت حل فرضا هذا خمسة ونبي 20 سهل خليها تو بديكي خليها شادة بجيتين يقول الخمسة الفوقية أعطيتك 10 والخمسة التي أعطيتك 10 المنطقة الوسطية يقول لك فيها شوية إسكيميا تحفز بلود سبلاي ويقعد تبخنا شنو اللي عندي؟ 25 إذا لو درت زوز بديكي أصبح عندي الطول 4 أضعاف العرض اللي كان بكري الطول كم؟ طرفين صار بدل ما تدير بديكي أنا معك هيك بدل ما بديكي الواحد بكري بديكي الواحد أنت كم بديكي؟ زوز فأصبح نسموه 5/10 من هنا و 5/10 من هذه فأصبح 5 بالكم؟ في العشرين هذه طريقة للتحايل على أنك تتأخذ جرافت أفلام طويل ولك حاجة فوتها أخي فوتها يسوي برنشن في طريق أحلى شين طريق أحلى هنا؟ شو ندار هنا؟ الطريقة الأفضل هي يا ولادة اللي حتحبوها هلا أكيد هي الراجل زي هذا عشان صير له هو ظهره كله محروق شو ندروا له؟ قصدي وين اللي بيغطي لي منطقة كلها هي؟ فشو ندرس؟ الجلدة السليمة هي زرعة تحتها بالون دكتور وزرعة وهذه زرعة تحتها بالون استفادوا من الحمل المرأة الحامل بطنها عادية فأثناء الحمل تولي أضعاف وضعف فاسكن على المدى الطويل يصير ستريتش شوف شو صاير هنا هذا السكن العادي خششت زي يدي هذه بالون خششت هذه وقعدت نفخ فيها على مدى شهور كل مره ننفخ ما رضيتش ننفخ وقتي ننفخ اللي نقدر عليه كل مره فخت فاصبح عندي بالونه كبيره وهذا شو بدي بعدين نحول البالونه فاصبح عندي هالبسكن نمشي نقص اللوطي كله ناخذ هذه النظره
هذا البالون كله هنا احسن منطقه اسمها تيشو اكسبانشن ايفنت. تيشو اكسباندر هذاك الماكينه وتيشو اكسبانشن انت تفتح السكريبت. فاذا عندي شباب بقدر نسوا نسوا بعض طبعا. ما الفرق ما بين الدرافت والجرافت يا اما بارش تكنس يا اما فول تكنس؟ وجل درس الفلاب خذ اللي تبيه. تبي سكن بس اسمك تنس فلاب، تبي بالفاشيا فاشيا تنس فلاب، تبي بالمصل مايك تنس فلاب، تبي بالعظم اوستي مايك تنس فلاب، تبي بالنيرف الفيزل اسمه كومز فلاب. مثلا كيف درافت؟ صبع بالرجل تحوله تحطه في اليد. فلاب ولا درافت؟ فلاب. ولا لكن فلاب كلها باعصابه وكل شيء اسمها كومبوزيت فلاب. فهذا فلاب. فبعدين قعدنا شو نقولوا يا جماعه الخير؟ الفلاب مذهبيه لكن الفلاب عنده شروطها. اول شرط ان الطول لا يتجاوز ضعف العرض ودرنا لها حل. لان احنا درنا بريدج ودرنا بلون اللي هو اسبانيا. ثاني شرط ما تكونش على بكري دازنت كروس الميد لاين. يعني شنو ما تاخذش خمسه هنا والعشره كروس الميد لاين. حاضر يا حاضر. مش لازم نتصبر. ضغط كروس مضايق وما تاخذش بلون، ما تاخذش كلام تحت الركبه تحطه في فهمتوا؟ فهذه بالنسبه لمختصتنا. اوردر. اذا في فلاب وفي كرافت، عرفنا الفرق بين الزوز، عوضنا به حاجه معينه وهذه سهلت البلاصه كل اسئلتها البلاصه فهمها الزوز كلها. ما هي؟ تقدر الفلاب اليد بس يعني بإمكان لو الفلاب أخت خيرك أنت دكتور لما رحال البرست من جبنا الدسم اسمه سكن بتاعها هذا فلاب مايو تنس. لما نحر البرست يا أولاد نجيبوا له تسمى دورساي من جبنا بتاعها ونحطوه يقول لي اسمه مايو تنس فلاب اللي هو تسمى دورساي فلاب ريتس فلاب فلاب. إذا زي ما شفنا ندور في سيشن في جرافت عرفنا السبارشن والفاكتورز اللي هم كذا فول تكنس جراف ادفانس احنا كنا حفظنا فول تكنس انه جود كواليتي فول تكنس يعطيك مكانات فيها مش عرض كلر ماتش مليح ولس كونتراكتشر عيوبه نفسها ليمتد سايز ديفكت نورز لازم اللي حولت منها لازم تحط له مانجمنت معين وكان تدخل معينات في الفول تكنس كملت منها والبارش تكنس في ميزتها عكس البارش. ولكن شو قلنا احنا البارش في منها نوعين ثيك بارش وشو ثاني؟ ثيك بارش. احسن حاجه في الكرافتات هو الثيك بارش. الثيك بارش اللي هو يعتبر خدام المزايا الثين بارش الكرافت بارش وخدام المزايا الفولت برنس. بس برضه الكرافت اللي حطيته مرات يفشل وعنده مشاكل حتى هو سكار كيلويد كونتراكشن بيجمنتيشن وبعدها خشينا في الفلابات راندوم لاكس شو صار لك؟ عرفت كيف تتحايل على القانون؟ ديليت فينومينا اللي هو البريدج منها بكري وسكن اكسبانشن عرفنا كيف تفهمه؟ الاكزيال في كوتينوس بس في فيش كوتينوس مايو كوتينوس اوستيو مايو وكومبوزيت او تاخذ ديستانس من جريدن كلاب. تو السؤال هنا صار الكلابات نقسمهم حسب مناخذتهم لوكال ولا ديستانس هذا كان ولا وحسب نص الله الاكزيال اند حسب تركيبتهم كوتينوس فيش كوتينوس مايو كوتينوس اوستيو مايو كوتينوس شو ثاني؟ كومبوزيت فلاب. هذا بالنسبه لي اصعب حاجه. خلاص اوكي خلاص باقي مشوا شويه بيبي يكمل قرايه البلاستيك. في حاجه اسمها بيرن هذا هو صح 50 ورقه واختصرتها في 10 واختصرتها في صوص اكيد وصلت لا شوي بس شوف معي طبعا غير تو احنا في عجاله من عمرنا البيرن غير هذا بدو يجلس وتعرف انا اخذت في الكلود البارك ليفورم اللي موجود تاني خلينا نتكلم عنه شوف البيرن هو ديستراكشن نتيجه تشنج في التمر شو ديما نقول لكم حاجه لا يعني الحروق انه هو حاجه ساخنه حتى المصقع يعتبر حرق حتى الاسد والايكلاي حرق فخلينا نسمو مبالغ في حروق اسمهم ثيرمال انجري يعني حراره لو تمبرتشر زي الفروست بايت حر وثلج حاجه هيك هاي تمبرتشر يا اما لهب من غاز دراي هيت او ميه ساخنه وشاهد ساخن في اسمها مويست هيت هذا اسمه ثيرمال اما كيميكال اسيد وايكلاي اسيد في حرف السي كوجليتيف ايكلاي في حرف ال ليكويفاكت تمام
في إلكتريكال إنجري، إلكتريكال معناته بتكلم على إيه؟ تيار كهربائي. وهذا إيش يعتمد على قوة الضي 380 ولا 120 ولا كذا الجاسترنت. لما شد الضي قديش تعدى الضي يعني متواصل معاه duration of contact. وإلكتريكال ريزيستنس معناته الضي مش هيأثر في الجلد زي العظم. وفي الكلب زي البرين حسب كل ما الأورجن يقاوم الضي أكثر كل ما هيحرق أكثر. فبالتالي هذه الإلكتريكال راديشن اكيوت كورنكش معناتها اكيوت راديشن. خلينا نفرض ان واحد حط لك الاكس راي، شيء الاكس راي عباره عن اشعه طلعته منهم سالب الكترون ولا الاشعه اللي نازله هذه، لو انت زودت الجرعه وخليت البيشنت في الحريق هيكي يولي اسمه اكيوت انجري. طبعا شو بيصير تخيلوا لو يدي هي بنصورها واحد انساها طبعا انسى يده تحت الماكينه وقعدت متواصله اشعه هل بالفتره طويله حياخذ يده كأنه محروقة كأنه واحد حطها لها تلقاها رد وبلسترز وريتيما و... بينما الكرونيك هذه الكرونيك معناته واحد يشتغل بالأشعة عامل فني وما ياخذش ما يفسش في الوقايات وكذا كذا كذا وتعرض فترة طويلة وقتها تلقاها الجلد بتاعها أصبح بين هارد أتروفيك كأنه يعني الجلد بتاعها ولا زي بتاعة الرجل والوتر لما تاخذ تولي أبصر ومعها تولي حتى أبصر. وعلى فكرة هو بريمي ليجمنت لا، فلذلك عرفت أكم تول بيرن عرفت إيش المعنى إنه هو البريد مش كل شيء محروق صار في ثيرمال إنجري في كيميكال إنجري وفي إلكتريكال إنجري وفي راديشن إنجري هذا ما كلهم عبارة عن حروق. شو مشاكل الحروق؟ خلينا نحكي على الحروق المعروفة إنه واحد مثلا انحرق حوشة ولا انحرق إنك مصنع محروق ولا كذا في مشاكل إيرلي فوت مين الأسماء اللي يقتلوا رسبيتري فيلير متنفس سي او كربون مونوكسيد مات منها وعشان غير الاكسجين سي بي اس كومبليكيشن يخش في هايبوفوليميا رهيبه علاش يدرش الموجه باي غيرها اب نورمال شيفت اوف فلويد من الانترافاسكولار الى الانترستيشن جسم يتنفخ بالميه والبزل ما فيهمش قطر الدم الدم هيمشي من الفاسكولار الى احنا كده قسمنا الفلويد احنا قلنا انترا باسكولار واكسترا الاكسترا سوري انترا سيلولار اكسترا الاكسترا انترا باسكولار ترانزيشن هيتحول من انترا باسكولار ترانزيشن ويجف من غير شفاف يعني من غير ما يجف هو صار الدم توزع كله فهذا يخش في مشاكل هايبر ميتابوليزم ذكرته التوكسيك جويتر على اعلى هرمون يولي كل جسمه كاتابوليك وكل جسمه شغال فهذا الميتابوليزم حتى يقتل هياخذ البروتين والجلوكوز من الليفر وغيره وحيلقى روحها كانه خاش في هايبرتريميا رهيب وهايبرسيب رهيب. ثلاثة هذول كل وقتي. بدات الريسبيتوري بحسب الاهميه الريسبيتوري تهلوه بدا كان المسكر بعدين هايبرتريميا لو طلع من اول 40 ساعه بالحرق يخش في الكومبليكيشن مره انفكشن سكن ولا الشيست ولا اي شيء. حتى جي اي تي لو ما اكلتش فيزا لما ما اكلتش فيزا عمرك تذكرته قلت لك هي اصلا الميكوزا في الجي اي تي تتغذى من وسطها. لما وسطها مع شبع أسابيع من غير ماكلة حتموت والبكتيريا حتخش في الوول وحتخش للجسم وإنديجينوس إنفكشن. جي اي تي بريدنج احنا كل اللي يحرقوا لازم نعالجهم ببرازول لأني متوقع الحروق ستريس وستريس هذا حيدير لها كيرلينج ألسر ولا تذكر كيرلينج كاشينج الكيرلينج كأنه كيرل الشعر من الحرق كيرلينج بتاع الحروق الكاشينج بتاع الميجر تروما وميجر سيرجن. فللأسف الشديد يجوا مرات مرضى بيرن رهيب يخشوهم بعناية ما يعطوش البرازول يلقوهم بدي خشب هيبو في الهيبو أنيميا وقصة على خاطر فقد الدم في السول كونتراكتشر كيلويد هيبرتروفيك سكار شفتوها مكري الرقبة تعوجت واليد تعوجت هذا من مشاكل حروق هذا لما طلع منها فبالتالي هيكون كشف سوري مهمة وبعدين نشوفوا لي البيرن فورد يعني قلناها ولا انك تعرف تقول اليوم شنو؟ 4 سي سي في البودي ويت بالبرسنتج نص في اول 6 ساعات يا اخي وقت ساعة غنى كتبها بالغلط التالي يوم شو تاخذ؟ 2 اللي هم نص كمية اليوم الأول نورس راين ولا كلويد ولا كريستالويد؟ كلها كريستالويد احنا تاني يوم نوعوها حبة من 3 حبات ماشي معلش هذا ايفان هذا فورملا ثانية طبعا ايفان من الأول حطها كلويد كريستالويد تو هذا مش الدار فقط كريستال غير كان مدلع عنده ثاني يوم دلع كريستالويد الفورمولا بتاع بيركلاند المشهوره اللي تلقوها انتم راي كريستالويد في فورمولا ثانيه اسمها ايفان ايفان بتاع دكتور مشهور جدا بتاع تخدير جيري ليبيا في
في بداية الألفينات ممكن بداية نهاية التسعينات ممكن جي وشوية في الطبي وشيء هو إيه فبداية فورمولا خاصة لجماعة البيرن هما البيرن كيف يديرون تراجع لك بالكريستالويد يعني بالكراميشة هذه نفس الحزمة اللي فوق لكن ملون بالكريستالويد شنو قاعد تعطي وانس سي كريستالويد تضرب في البادي ويت في البرسنتج تزيد وانس سي كريستالويد في البادي ويت كريستالويد وزيد 2000 سي سي جلوكوز شنو دار هنا حط فلويد وحط حتى الكالوري بالمرة زي ما تقول عالي جاب لها بالنوم باش يطلع حالة صح بالأخير هذه أحلى إيه من البرم لكن ما تبقوش فيها ويحبوها المركبة فرق يمكن يغطى لحولي أول يومين يطلع من الشوك ومن الجو الثاني بعدين حالي نتفاهم معه هيك نظرية بس هذا من الأول عباب عباب خدي سي سي كريستالويد سي سي كولويد وزادها 2000 جلوكوز وثاني يوم نصف كمية لكن الجلوكوز لا نصف كمية كيف وانسة سي تولي نص وواز سي تولي نص والألفين هي هي جلوكوز السكن دي والثير دي ممولو المنتر هتيب وكاتب انك كيف نحسبه الماكسيمم على فكرة كم في البرسنتج ولا كان وزنه مثلا كان محروخ 10% بتحط هذه 20 كان محروخ 40 تحط 40 كان 50 تحط 50 كان 60 تحط 50 ما عادش فوق ال 50 محروخ 70% ولا الفورمولا ما عادش تحمل فوق ال 50 خلاص فالماكسيمم بتاع الفورمولا كم 50% وطبر بعدها قداش هو محروق 70 ما دخلناش فيه اكثر نسبه كم 50 فاذا كان محروق 30 حط 30 محروق 50 حط له 50 محروق 55 بعد خلاص حيقعد في 50 ماشي واول ما ربع ساعه ما معطوش لكن ثالث يوم ادبيه از ماتش از اي كان دخل الفلوت ان شاء الله ندير له جاستروستومي تيوب في بطنه كان الدنيا محروقه فوق نحط لك أسلوس ميك لأن رو أز إير لي أز بس بترجع تكمل هذه المشاكل عشان هنفكشن خلاصوا هذا البيرن لكن ما زال نبي نعرف كيف هم الناس اللي أصلا نحرقوا كيف نحسبوا نسبة الحروق ودرجة الحروق طبعا درجة الحروق سهلة جدا إذا كان حرق إبيديرمس أو إذا كان حرق إبيديرمس شوي إبيديرمس إبيديرمس بقاعدة حروق درجة ولا جلد كل درجة تاني تحت جلد درجة تالت هذه نعرف واحدة ومعلش أنت ما شيء بالشيء يذكر هذا جلد إبيديرمس وهذا ديرمس وهذا سبكتينوس كان الحرقة إبيديرمس بس تحرقش بروح طبعا إبيديرمس شوي ذكي شو اسمه هذا درجة أولى وكان الحرقة هيك درجة تانية وكان خش لوطة بوك هنا شو اسمه درجة ثالث الثانية قسمه A و B ليش؟ إن مرات يكون لك محروق مرات يكون محروق كامل القسم اثنين كذا فبين لكم حاجة أنا أصلا شو نقطة أنا مش عارفني قصدي نشفع في حاجة محروقة قدامي مش عارفني هل محروق بدير مثلا ما عندي ميكروسكوب لا مش النيرف بس صح في الدرجة الأولى النيرف عندك تعرق فالبيشنت فيري بينفول وهذه جربتوها كلكم تبز عليه شوية شاهي ساخن ولا مية ساخنة والجدة ولا أحمر توجه حمرة طبعاً الليبين دي معتماطر محكة ولا معجون أسنان صح هو ومحاجة تبرد وخلاص طبعاً بنقول لك لما تخلي بأتارة لك لما تخلي بأتارة برد لكن تيب موتر وخلاص اسمعني الحروق الحمرة هذه الحروق الحمرة يا دكتور هي أصلاً بيري بينفول بهذه الدرجة أولى أما واحد انحرق وما يحسش في حتى حاجة معناته الجلد كله انحرق درجة كم؟ في متذكر العمرية كل ما نظر جلودهم بدلناهم جلود غيرها لأن في نار جهنم والعياذ بالله لما ينحط في نار جهنم ينحط الجلد كلها درجة ثالثة ما عادش بيحس فربي يحط له جلد جديد مش يتعدل من الجلد عفر الله وياكم إن شاء الله فإذا الحروق الدرجة الأولى والثالثة ينعرفوا بالإحساس قبل الدرجة الأولى يحس هبة والدرجة الثالثة ما يحسش بكل والثانية بين البين لا 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 نبي حاجة أوضح شوف هاي شو صاير إذا كان أصبح زي هذا الريتيما إديمة بين هالدرجة الأولى كان طلع بلاقيش درجة تانية صار أي حد تبلقش لما الحروق درجة تانية بلسترز يعني الدرجة الثالثة ما عادش يحس وأصبح تك فأصبح هني فول تكنس أصبح أفاسكولر أصبح بين لس وعلى فكرة في بعض الكتب درجة رابعة ترى بيبان عظم هذه من الكتب هلا دوها درجة رابعة في بعض الكتب كاتب درجة رابعة إن لما يكون العظم على الشعر خلاص لكن احنا خلينا في التاتا نعرفهم درجه اولى درجه ثانيه درجه كم؟ ثالثه فكم نحسب النسبه قلناها؟ 9 او 9 اوكي يس 0 بس هو درجه الثالثه ما هي الرابعه؟ تاع
تفحم رائع يعني خلاص أصبح كله فحم معش ميتيشن أصبح بومس كان عاش ميتيشن خلاص نص اللي تقدر عليه خلاص أسمعوا خطرها على كليف كليب والبلد ما هي أسمعوا لو سمعت كلموا على كليف كليب وبلد شوفوا عيني زي هذا لو سمحت تو هذه كليف كليب بهي هي يا محمد هذه كليف كليب بهي طبعا يوليتر ولا بايلتر على اي اساس شوي بس يوليتر كليف كليب بايلتر كليف كليب بهي هو اهو خليكم معي شوية لو بنتكلم معاكم على حالة المفروض انكم تعرفوها اللي هي فهل البيولوجي بتاع الفيس عرفته كيف ترى هذا الوجه بتاع البني ادم ربي لما خلقه خلق الجبهة ركض الكلاميا الجبهة والنوز وجزء من الشعر العلوي هون طبعا صفات الفلتر هذا لكن كل الأطماع فرونتو نيزل فرونتو ما هو جبهة ونيزل الخشب فرونتو نيزل وبعدين كرابيا يخلق المكزيلري بروحة بروسس من الجهتين وبعدين يخلق ربي المانديبولار بروسس بروحة ايوه طبعا انتم عارفين كلكم ان تراجم النيرف تعرفوه ولا؟ سمي تراجم النيرف تلمك ومكزيلري ومانديبولار لان لو تلمك برانش يغذي برونتونيزم والمكزيلري يغذي المكزيلري بروسس والمانديبولار يغذي المانديبولار بروسس والمكزيلري والمانديبولار بروسس يعتبروا فيرست ارش هذا انا وياكم هيك بديش يطلع بيطلع من داخل الدماغ هيك يطلع العين تبع الدماغ مو العين وبعدين ربي يخلق لنا فتحتين نيرس للخشب وبعدها دكتور يصير شنو يصير الالتحامات كيف الالتحامات انك انت تتكلم عليه هو بيلتحم كيف هيلتحم هو من جهه العين عارف لو فشل بالالتحام شيء يدير مرات يلتحم ويخش سكن داخل بيطلع الدرمويد تعرف الدرمويد هي بيدير بس خاشه داخل وليش تطلع في الانجل نبدا بهذا مكان الفيوجن اي مكان الالتحام يطلع فيه درمويد بسهوله جدا بعدين شوف هذا بيلتحم هو لو قعد مفتوح هذا هو يولي حاجه اسمها كومبليت فيشل كليفت اللي هو فيشل كليفت معناتها وجه مفتوح وبعدين يلتحم من جنابه هو مش يحدد حجم الفم ويلتحم من هنا في الدقن وتو بيت القصيد بيلتحم الشوار لو ان التحام جهه وجهه لا يولي اليوريترال كليف كليب ولا ولو ان الزوز ما بوش يلتحموا اسمه بايلاترال كليف كليب فعرفتوا تو الكليف شنو هو كليف كليب وبلد هو عباره عن فشل بالالتحام اللي اصلا ربي خالقه فيه فهمتوا؟ البنيه هذه اللي نشرح فيها تو هي نصيبها ان هذا مش يلتحم الجهه هذه والبنيه هذه الجهتين باش يلتحم بايلاترال في البايلاترال غالبا الفلتر هو ريزد ابورد والخشب كذلك في الثاني بالعكس ديبريسد شفتوها لحظه خشبه ديبريسد اهو فاذا البريلاترال في ديبريشن في الاسترن والبايلاترال في اليفيشن بالفلتر عرفتوا عملية هنا بيسألكم تو هذه السؤال ممكن يصير فيه بالصالحة أمتى الوقت المثالي للعملية؟ ها؟ شو؟
شنو هي زوجها؟ شنو هي زوجها؟ لا هذه يحكمها رول حجوات حيا لا لا حيحسبوها لكم اسمعي يا دكتور هذه يحكمها رول اسمها رول 10 شلون بينها العالم بينها 10 اسابيع يكون 10 جرام و10 باوند وزنها الوزن 10 باوند اللي قدامنا السي بي سي بتاع الهيموجلوبين 10 يكون ويكون انه هو 10 اسابيع 10 اسابيع معناتها شهر ونص ما نحكمها هو 3 شهور هي مش مكتوب التقريب لكن هي رول 10 اسمها اسئله اذا شفت البنيه هذه هذا بتاع البنيه بيصير شفتها كيف ولدت البنيه هذه بعد العمليه في مستشفى حروق التجميل اختفت بكري والثانيه كومبليت هنا فايلات هنا وصلتوا قبل ما الدكتور زايد والدكتور شو اسمه الثاني رضا اسمعني يا ولاد نحكي عليه نحكي عليه كليفت لب كليفت بلد كيف قسمت كليفت لب يوتر وشو تاني ويحكم هورتن اما كليفت بلد هي في كومبليت وبارشل شفت هذا كومبليت شفت هذا لوطه بكل بارشل عرفتو هذا يبي فعلا يا محمد اول شيء ساكت ما عندهاش ما عندهاش كارضة ما عندهاش ديبريشن ليش نجيتي تمشي جماعة الاكسلوفيشن تاع الاسنان زي ما يديروا في طاقم السنون في طاقم فقط لازم تتلب ساعة اثناء رضاع العين كل ما يرضى حطي في الهات نتاعه سكر بيه يرضى بيه بعدين حولي ورضعات خاصة في الحالات الكبار ومش عارف شو هي اللي مطوار ويخشوا في الفارس في النهاية بكون دير لي حل مشي امورك لكن اهو ركز معي شوف ركز معي لازم يندار لعملية حتتفاشلوا قبل 12 شهر انتم تضبطوا انا توقيت 12 يعني نص العقل والنت هي خلاص والله سامحيني والله انا اعطوها لك والله قعدت الحكاية هيك بس بعض الحكاية عندنا مسكينة خلاص اسمعوا كانت مرة طيبة زي كذا اسمعوني لا اسمعوني خل اقولها لك انت فرانكلي اسمع يا دكتور ما كيف كنت 6 سنين ومرة؟ لا هي فاكرة انه لا هي 6 سنين لا هي 6 سنين هي في كانت بلد 6 حروف محطوها 6 ونبدا كيف 12 مرة؟ نعطيكم مني حاجة سهلة لا لا والله العظيم انت اللي ضربتي بس هو صح انت اللي ضربتي نعطيك دكتور يا دكتور البلد هي الدكتورة خرجوا معتها ومعلومات اللي قالتها كلهم صح ملخبطات بس مسكينة من العين خلينا نحكي عن اللي قبل هي قالت 3 شهور احنا معاها لان احنا كنا رول 10 ولا معاها 3 شهور زي ما يبقوا هم الليب ال اي بي 3 شهور اللي هو شهر ونص ما كسبناش اللي يرول بشني 10 فانا بدي نقول لك حاجه انا نقول كانت تنبيهات زي كليتكم الدكتور كليفت ليب تندار 3 شهور حسب رول 10 10 ويكس 10 جرام 10 باوند تمام هذه حل المشكله الدكتور قالت لك حق قالوا 12 شهر لا قالوا 6 سنين لا هذا اللي قالوا كله صح ليش؟ العيل اللي كليفت بلد من ولاده يندار لحل بالرضاع ما دخلنيش بيك دير لحل بالرضاع بتاعك بالرضاعة الوحده ثم قبل السنه لازم يتسكر ستشنج عاديه يتسكر مش كامل يتسكر فقط المص الميكوزا ليش بده يتسكر؟ لان كان فات فيه وفات السنه انا حيتكلم وكان فات فيه ويتكلم من خشمه بيتكلم من خشمه تو حيقعد نازل سويتش شرعه وتبي لك نازل اسمها سويتش ثيرابي قصه فلازم قبل يتكلم يعني قبل 12 شهر لازم يكون مسكر ويرجع لنا 6 سنين زي ما قالت يدير عمليه البون هذيك يسكر البون كامل الكلام اللي قلت كل كلمات متقاطعه صحيحه غير خشت بعض الله غالب عليكم 6 سنين عمليه نهائيه 12 شهر العمليه بتاع تسكيره بس يقعد يتكلم كيف نقولها؟ يقول دكتور في برايمري كلوجر في 12 شهر المهم قبل يتكلم وفي سكند كلوجر الكامل في 6 سنين في 6 سنين هذه شباب كليفت ليب وكليفت شنو؟ كيف البون كيف البون قصه كبيره ما حضرتها ليش ما يتذكرش البون قاعد في الكارت مش مسكر كله لا قاعد البون ما تكملش لا 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 ليش مش منو بكور؟
أكيد لا تحبش العملية دي ماشي مش مش حاولك حاولك طب هذا اللي نحكي نحبك الطالب أنا سيدي من الحكش عن بلاستيك أنا من الحكش عن بلاستيك المعلومات المهمة كليف كليب المعلومات المهمة كليف بلد المعلومات المهمة مثل لوكيشن تروما المعلومات المهمة على سكن تيومر أنا أقول أنا بتاع كله وسألك أفرض يا سيدي أفرض على كليف كليب قاعد يقول لي وات ار ذا سندروم ويتش كان ابسر شنو هو لا 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 أنا مش شرعي اسكت شوية اسكت شوية دكتور صار يتسيت ما عادش نقدر نجاوبها جاوب شنو معناتها أنا قاري لكن خلاص أنا راحت عليه بس مش بتاع يسلك كليف كليب لا تو بعد ايش بعد يخش يزيد من اللابس لفورد ماسكريشن بتاع ترون بتاع هيك مشكلة ليش كان بلاستيك كان بير بس هذا مش حلو هو كله بينما ليش طيب لي افتيت معاه في كليف كليب افتيت معاه في كليف بلد خش بصحاش شنو قلت له استكيت خش معاه بس فيش ترون بس اشرح له لفورد ماسكريشن شو ثاني سوري بعد اللي بعد نجح ونسيت بس في فرق لمحمد ننهو قصة مرة من الكلاسيفيكيشن بتاع لافورد لافورد شو ده اسمه كويسة لافورد شو ده هذا نقول عليه انجليزي ومصري جديد ذا بيست موفيز اي واتش حق ما اعرفش اذا الثاني مدح عادي لك الاول والله وحيد الحق شو اسمه هذا؟ شايب سلفان صح؟ هذا؟ هو جيف متحمس من هذا؟ ما أدري وش وشني؟ هذا؟ شيز لا من الأول هذه من الأول أصلاً مش القصة كل عليها بو لا لا أول مش حاضر بو لا لا لازم لازم بدي أعطيكم حق هذه ما بدي أجيبكم صورة ولا شيء. ها؟ شو بقولكم؟ سكين تيومر سهل من هالشيء. بيزا سيرفس كل شيء أصلاً وسهلة. كيمو كذا. أهمام مش حتى أقرأ معك. أسمعوا مني ترى. أشيليا أو أخيليا. هذا ما عندهاش صوابع. ما عندهاش هاند قصدي. في الأخير ما عنده. يد ما عندهاش. هو عند اليد هاند وكذا لكن واقف بانك فوق فوكوميديا هادو اللي اشهر عن اشهر ما صار من تاليدومايد او من تاليدومايد اللي هو التاليدومايد اللي هو دواء الانتي ميتك في المانيا مش عادي ضربه الحوام اللي يرشحه هايبرنسس جرافي داون خدوا تاليدومايد ولا كانه يرشحه خلاص طلعوا له بالطريقه دي فوكوميديا خدوا له تعويضات جيل كامل تقريبا ولدوا بالطريقه هذه صغارهم فوكوميديا فممنوع التاليدومايد اكيد في العالم كله من هذيك الفتره في نهايه بدايه الالفينات وقعدوا سامعين بالتاليدومايد ممنوع خلاص المهم في حاجه اسمها فوكوميديا اسمع انت وياها شوف هذه ادكتلي عندها يد بس ما عندهاش صوابع اشيليا الو ما فيش ادكتلي ما فيش صوابع هذا فوكوميديا باليسار شفتوه فوكوميديا بس هذيك اميليا ما فيش يد ما فيش ابر لم قصدي ما فيش ابر كلها اميليا ولا في لكن اي كلام فوكوميديا باهي هو تركزوا هذا عنده تم هو ما عندهاش ولا شو صاير له تم ما فيش راديوس ما فيش ولا حتى هو راديو كلوب يد زي الاعصاب تاع مضروب بتاع الجولف فاسمها راديال كلوب هاند كلوب راديال مفيش شش ترى تعالي معلش شوفوا عندها اللي تفكر عندها طبة لا فش صاير الصبع الصغير والألنا مفيش اسمه ألنر كلوب ألنر كلوب يبقى في راديال كلوب شو تاني ألنر كلوب شوفوا هذا المعنى انتما هذا اسمها كليفت هاند يعني كان يد مخنوبة الميدل مفيش الميدل وجزء الوسطي من الهاند مفيش اسمها كليفت هاند او لوبستر كلو ديفورميتي زي شو اسمه هذا باخلي لوبستر كلو ديفورميتي نفسه ليش انا شو التشخيص من هذه ريدر كلوب ولا ما فيش تم ريدر كلوب هذه سندكتري من التحمات بوليكتري زياره ماشي
هاتش هذا سندكتري بعد العملية، سندكتري بعد العملية هذا ما عندهاش التم، التم مهم. التم شو يديروا مرات ياخذونا من التم الثاني او ياخذونا من السكند تو الصبع الصغير زي هذا، ما عندهاش التم خذوه من السكند تو صبع الرجل الثاني قريب شوي التم. ما التم عندنا ثلاث طرق، يا تاخذ طريقة الفلاب تاخذ لها بورن كذا تسمع مصارعة لمنظر ولا فانكشن، يا تاخذ لها تو فانكشن مليح لكن منظر مش مليح حلو، يا تاخذ لها نادر فينجر هذا البست لك في خطورة تحول صبع تحط في كانتان بيفشل فقط صبعين. فقاعدين احنا افضل حاجة تو تو فينجر ترى اسمها تو تو هاند اسمها. هذا 10 سنين هذا عند باك هنا اعطيك مثال، واحد خاط واحد عمره سنتين لابس خاتم، بتخيل نفس الخاتم ما حولهاش للمولى عمره 50 سنه شو بيصير الخاتم؟ بيقنط له يده. هذا هو في بطن امه مسكين عنده باند على يده، عنده باند كل جلد الباند، وكل ما يكبر الصبع بتاعي يصير له كونستركشن باند اسمها هيك يا حلها تفتحها وتحولها. هذه طبعا وزي الشعر سامعين بالشعر بتاعت الولد الصغار وين؟ في حياش ولا في مستشفى؟ مستشفى؟ في حياش؟ اللي ما يعرفوش انتم اكيد بتعرفوش انتم تو صغار ان شاء الله. الاولاد الصغار العوائل الصغار اللي مش يقعد بالله من شعر ومرات شعر امه ومرات كذا، الشعر مرات لما تقنط عليه صبعه تزيد تخنق فتقعد لما واحد يعيطها يعيط 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 بعدين يجي سكينر تدري الشعر تخنق. هاتي نوع كونسرد بعدنا ان هذه كونجن هذه مش اكوايرد مش كونجن هذه شعر. فيجون المستشفيات نبدا نلقوا شعر هيك نحاولها نسلكوها ونقصوها كانت كانت على صبعه مسكين. فهذه برضه زي كونسرشن بقى خلاص مره ترى سمعوني ما هذه هو شو اسمها كونسرشن او بعد شنو هذا داير تو تو هاند شنو عنده هذا سندكتري بح وشنو عنده هذا ادكتيلي صح في الجهه هذه آمين يعني فوق مين مش تم كلام 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 ولا وهذا كليفت هاند اللي هو يد مخنوبة وهذا فوق ميديا وهذه أشيريا أو أخيريا ماشي يزي يا جماعة أفتح الله يخلص الروح بح قريت أمس الجيولوجي معلش انا وقت قدته لكن قريته ما قريتهوش كله مسوس قريته حتى امس كان ماراثون مستحيل ما شاء الله بارك الله فيك كلش ايوه شو بدك تروح تصور معك شو بالك؟ يعني مازال راح مازال ما عيناش البلاستيك حلوه راه ماهيش ولو ما تبيهاش لا بدل ما نجي وقتها بجديات ناخذوها بهي خليها بس معك بدور على شيء اليورو اسمعوا الامبريولوجي في حد يتكلم عرفنا هي بتدس تنزل بلا سكر محرك يعني ما تنساش لا جبت كل الوحدات محطوط حتجبت معي اسمعوا يا محمد لا تسدد كل 100 كل 100 عيل يطلع واحده تسدد في سبب اسمع انا غلط تبع معي تعرف ما قلتوش مش حتى اريحكم من اليوم سخدنا قصدي انجاز اريحكم بس لان انا ما بحبش ما بحبش هيك ما اعطيش كل شيء هو اعطيت الكم ما حطيت كل شيء اسمعوا في اسباب هرمونا في اسباب ميكانيكا قلنا احنا غلط السكر الطريق غالبا جهه واحده وهرمونات البطولج عرفت ان التستوس تتحمل لكن فوق السنتين ما عادش تقدر تتحمل مشاكل تقراها من غير ما قلتها هيستيريتي تورشن مالجنسي هيرنيا ريكا تروما سايكولوجيكال كله قلت وعرفنا المربع هذا ان لما هي اندسندد ولا هي اكتوبك دير كونتراكشن لو زادت وضحت ولا خفت تعرف تشخص السكوتوم يكون فاضي تقرا كلها مقارنه يا بتكون اكتوبك يا اندسندد يا تورتايل يمنحها بالعمليه يا كذا انفستيجيشن دم هرمونات والترا ساوند سيتي سكان وصلت في الاخير لابروسكوب فكرتوا؟ العلاج قبل 6 شهور كانت ب 6 شهور لو ما نزلتش انلايكلي لكن لازم قبل سنه وعرفتوا انه بعد سنتين خلاص الهرمون الامتى بشروط قريبه ممكن ولا تنفع ولها متحشمين
السيرجر هو ستاندرد ما هي عرفنا انه كده ممكن كده بس تثبيتها اكتبك عرفته ان هي طالعه ست كانت عرفناها ست كانت من هم وجراحه بس ما فيش لوك لوك ريتراكتايل لو وهاي ريتراكتايل عرفنا شو قصتها وعرفنا ان هي سكروتوم لما يكون معبي عرفنا الديفرنشال دايجنوز اللي بين فور اللي بين رسمناهم بالتفصيل ويخدوا لناهم اربعه في التونيكال اربعه في التستس زوز في الابيديدمس وزوز في الكورد ولا نفس المهم ها؟ أنت متأسف يا تركيب الغير زرو. ترتيب نفسه نأخذنا نمسحه. الدبل الروش شفت السكن ينزل سكن. شفت الفات ينزل دارت مصل. شفت الممبرينز لاير تنزل الممبرينز لاير. وبين كنا إكستيرن الفاشية، إنترن الفاشية، كريماستر مصل عند فاشية. هذا الترتيب اللايرز يعني سهلات. نفس رسمت عليه نفس هني. لكن السؤال كم صراحة مش ما يصيروش في ترتيب اللايرز تركيب وات ار ذا كونتنت اوف سكروتوم هذا السؤال اللي احنا الكبر عارفين ليش الدكتور مش الطالب اللي دكتور هيك قال وات ار ذا ديفيجنز اوف سكروتوم سوري هيدروسين فاريكوسين يسكت يقول له بعد منك حاجه شو تركيب السكروتوم شو وسطها عارف ليش السؤال هذا مش يقول تونيكا وتستس ابيليدمس وكور يقول خلاص طلع منهم حيقول لك الامتحان لو بالتركة طلع منها هيدروسيل وكذا كذا وليه سؤال أنا ما تبين تجاوب طريقة دبلوماسية رائعة لأن مرات بايبسيل كايلوسيل ما بحبهاش على الامتحان فهمتوا وش المفروض كومن أيوة أنا طريقة أقول لك أنا هيك في مكانكم نقول هيدروسيل باريكوسيل بهي وتيومر وبعدين نبدأ نسمي العادي أو نحمي نفسي من الأول والدكتور الديفرنشال دايجنوز مرات يكون السوينج من تونيكا زي هاي بسيجر الرايم مرات من تستس زي التروما والتيومر كذا كذا ومرات من ديدمس زي كذا كذا ومرات من كورد زي كذا كذا ويقول لي دكتور بعد ممتاز لكن اعطيني كومن اعطيني كومن هم قلنا المفروض نقراهم هم بس هيدروسيل ماركوسيل وتيومر المهم يا سيدي الهيدروسيل عرفناه وكيف ندير العمليه الان ما قلتش العمليه العمليه عندكم جابوا لي ولورد جابوا لي لورد ما هي ركزوا معي القميص هو الكثرة اللاير جسمي داخل التستس البادي بتاع التستس هذه كثرة اللاير وهذه منو رايت هنا زادت المي وش الحل فتحوا التونيكا عمل اير عندك حل مخصوص لما تاخذها هيك تعكرشها هنا اسمها لورد اوبريشن ولا يتاخذ الجاكر تربطها من خلفك اسمها جابوني كان التستس بتقول شو اللي جابوني هذا جابوني وراء التستس خيط ولورد جنب التستس نهاية خلات بتقول هاي شو اسمها العملية اسمها لورد أو جابوني غلط يسألوك في أسامي عملية جابوني اللي يحكوا عليها لكن هي غلط تنسى الطالب صار خمسة العملية كيف ما عم صارت نفتح البايت بلاير بتاع تركيبة جينارس وبعدين تربط يا اما جنب التستس يا اما خلف التستس في حد يتكلم حسيت تحس ان في حد يتكلم والباك بروس بريش هي ما عادش ندار تشفط الميه 100% درجه مرات تخي تضرب التستس مرات تدخل معك انفكشن قالوا ان مصر والهند يديروا كاسبيشن اليوم ما عندهمش جهد على العمليه بتديرها في شروط كومبليت اسبتيك تكنيك مش تستاذى الانفكشن اعملها الترا ساوند جايدد مش تستاذى التروما وبعد تشفط حط مادة كثيرة ترمي مش تمنع عليك يا بس احنا ما ندري شيء مستحيل نديرها كنت رانديكيت الدربات نقولها اما جبت سيرتها هنا فهي ما نتوه جبت سيرتها بس شايف الاسبريشن لا كنت رانديكيت لاش ما هو سي ما فيش كيف انت حايل على القانون انت ركبت رانديكيت مرات الشيخ شيباني ان فيت فور سيرجري وعندها يوسين ضيقات خليني العملية بكل قاش يجاوب له كم نسبة ريكرنس 100% خليني ترجع بس كيف ترجع تربيت ترجعها على شيء مني بعد ما يرجعش وصله ده من قراش عطيت له سبريو ديسس سبرماتوسي هي ما تسوي من قراش هلا أكيد تكرك فكرتها بركسيت تنقل ضروري عرفنا إن الميل لو يكون 24% إن الميل عندهم عرفنا إن تصاعد في سؤال سؤال متشابس في سؤال متشابس سوري لو جانا شيباني حقك صدم أونست ليفت سايد بريكوسيل كانسر كدني كانسر كدني في المرحله الثالثه 3 بي يسكر البيت شو بيصير هذا اورف صدر الشيباني خلال اسبوع
أصبح عنده بركسين واضحة. تو الشاب رأى فترة طويلة أصبح حتى لحظة لين تزوج لين ضايق إنه جاء حلبه لين سمع من حد من الشباب إنه في ناس بركسين عندها. لكن الشباب فجأة نفاق رهيب وفي وجع بالتراب. سموها سكندري بركسين. صار الشاب اللي ضرب له ضارب عادي اسمها برايمري، والشباب اللي سكر له الكانسر اسمها سكندري. ما الفرق بيناتهم؟ البرايمري شاب والسكندري شيباني. البرايمري يسكر مده طويله والسكندري مده قصيره. البرايمري لما يرقد تخف او تختفي، والشيباني كان يقف على راسه. لا عادي طبي كوز يسكر له بصوت صعب. فهمت؟ لكن هو غالبا يونيتر. العلاج اللي تقدم حتى كلينيكا اللي باش يحس بالذات بتاعتها زي ما قلت لك مش فيزبل لكن برضه بالفلسفه، هنا فيزبل برضه بالفلسفه، بعدين برضه بالحد بدون فلسفه، وهنا حتى فيزبل برضه بالفلسفه، فكرته. هاو تو تريت سكند بريكسين عالج الكوز، لكن البرايمري في اوبر بريكسلوكتومي يا هاي يا اما لو، في سكليروثيرابي، في باللابروسكوب وفي امبروس حطكم عليها بالمقص خلاص. وبعدين بايوسيل كايروسيل بس علاج مسجل مع تورشن مهم جدا وعرفنا دي تورشن فكرته واقرب الدبريشن جلوز هو بيدمو اوركايس صح ممتازين الحمد لله. طبعا هذه الرسم الحلوه تعطيك فكره عن فكره البيروسيل عرفته تورشن شو صاير؟ التسس هذه انخنقت على خاطر الكورد لف شو هذا مال الالتراساوند دبلر رول ياكد لك فهمتها؟ وشن هذا انك انت against time 6 ساعات ما درت شحال مات؟ وشن هذا؟ الموس يشوف الساعة بعد لازم الموس يتصرف قبل ساعة. يعني الموس يقول الساعة ان شاء الله قبل ما يكونش 6 ساعات ليها الراجل. فهذه الفكرة وهذه مش مسخبتها خلف وخيتها لا جاي هالدور خايف انت حتى انا جاي للدور بما ان اليمين نضرب اليسار تعطي حتى اليمين جاي هالدور فهمتوها؟ رسمة عجبتني هلبة معبرة عن الموضوع هاي. وبعدها طيب شو بنختار احنا المواضيع؟ انا في بالي قبل في بالي محاضره سكوتر ومحاضره تيومر. تيومر بتاع تسس الميزه هم صح بيخات واكثر منهج الا اكثر منهج اليورجي اورام لان في كانسر بروستيت كانسر كدني كانسر ترانزيشن سيل بتاع اليورتر وغيرها كانسر بلاذر فياخذوا في الحجم الاكبر عرفتوا يا محمد الميزه انا سمعت انا جيت يوم انا مكمل لبعض منيح باهي لكن في وقت فاضي شو رايك ناخذه؟ باهي خلاص ما خلينا ناخذه ايوه خلاص مين ما انا مسخفني الوقت طب خلينا ناخذه شويه انسترومنت وبعدين نكملوا نعملوا في اليوم كانها راحت درين تيوب ديما يحكوا عليها العملية اللي مادي قلت بتاع شاب قليل خل خليني تونيك مية زايدة مش هاي تستس ما هي هاي تستس وهاي تونيك هاي معبي مية وانت بتحك من قدامك كيف تفتح من قدام تفتح برايت لير بس هي جاكا تربط هيك تربط هيك تفتح تقول تمية تطلع تطلع مع اللفات وخلص قسم حلبة الوقت فيه بركة اسمعوا خلاص خلنا نتعبكم بشوية مواضيع مش بالحسبان شو صاير؟ موضوع جدا مهم وصارت في بيروباتي جدا اللي عارفين ان اللي حاضرين عارفين شو المعنى ان هيماتوريا اوبستراكت بيروباتي لان شنو هو؟ اي واحد في لجنه الكلينيك بتاع اليورولوجي والا الاورال في اليورولوجي خاطره يسال اللي قدامه شنو اسباب الهيماتوريا تعرف ليش؟ باش يختار الطالب هذا شنو بيروباتي كل واحد يختار له حاجه باش يسال فيها تعطي في افاق للممتح ويسال في اسباب الاوبستراكت كيروبادي جايك واحد محصور مش قادر يطلع بول فكر في كذا وكذا وكذا خصوصا ما مهمات
تمام عندكم في حته المهمه ما كانش بالحسبان. هيماتوريا مرات التهاب، اعطيكم حاجه سهله. شوف هذه انفكشن زي التي بي، تروما، تيومر، تي ستون. عندك علم الاربعه هذو اكثر من لازم، اكثر من لازم. شوف يوريترال ستون، ما تخافش تديرها، ديرها يوريترال. شوف هذه يوريترال ستون، يوريترال تروما، تيومر في اليوريترا. ترى شو نسوي؟ او انفكشن يوريترايتس. نحكي لك من الاخير بكم الحق بدون نقلك. الاربعه دائما كفايه لاي شو اسمه هيماتوريا، تي بي، تروما، تيومر، ستوكس. اعطيك مثال، اعطيك مثال اتباز. شوف بالرسم هذا شو فيه. شوف اليوريترا تروما، هنحول اللي فاهمك ستور في اليوريترا، يوريترايتس. طلعنا منهم طلعناش من هذا الموضوع. شوف فوق انفكشن في اليوريترا، يوريترايتس، ستور في اليوريترا، طلعناش قاعدين احنا. والتيومر طلعنا من القصه طلعناش. طيب هنا دايفرتيكولايتس وسيستايتس، احنا قاعدين في الالتهاب. ستور في البلدر، ترانزيشن سيكرسوم اللي هو تيومر، والتروما طلع منها طلعناش. تعال شوف حتى البروستيت، بروستاتايتس او تيومر، التيومر غير في واحد كانسر وتيومر بناء شو اسمه بناء بروستيت هيبريزي. طلعناش بالنص، فهمت شو قصدي؟ اريحكم من لوك الزايد ويجيب لوك لكم، لكن انت بدماغك مرات تبدلينها ما ربح حاجه. تعال فوق ستور في البلبس، التهاب في الكدني جلوميرولونفرايتس، ورم يا ولبس يا ولبس الكارسينوما، تروما في الكدني. عارفش اللي عندك، اسقط لك على شوية حاجات معفنة بس. بروسيست الكدني يجيب هيماتوريا، انفكشن يجيب هيماتوريا عادي، فاكشن قصدي. وبليد التندس باش تاخذ فورفارين ولا كذا، فهمت شو قصدي؟ بدل ما تتعب روحكم تقعد تحفظ، انا متاكد ان الطالب بيجي حتى تشيلي هو الرسم الحلو هذه، حيسار روحه انه هو مش حيقدر يسيطر، لانه حيقعد التهاب في دماغه. ولمس تيومر، بريسك رسامه، بريسك كيدني، تروما، انفكشن، ستون، تيومر، ستون، مش عارف شو هو، انفكشن في اليورتر، بريسك رسامه، دايفرتوكلايتس. المهم ليش انت تريح؟ هم اربعه، ستون، تيومر، تروما، ان تي بي اللي هو انفكشن. وصلت واطلع من الزحمه. هذا بس اصعب شوف هذه يحبوها كلهم ديفرنشال بروزر شني هيماتوريا. تو بعدين انت حرين هيماتوريا، خلينا ناخذه كموضوع. ترى هيماتوريا وجود ار بي سي او هيموجلوبين في اليورين. بعض الدكاتره شو قالوا لكم انتم؟ غير واحد ما عندكش موضوع ايوه كل التعريفات كتبت ار بي سي، غير عندنا واحد في الطب غادي يقول لهم يقول ار بي سي مسقطه. فهذه اضطريت لك في شيء تشيل ما عندكمش هيموجلوبين، انا لو تحشيت ما عندكمش شيء زدت انا على خاطر هو ما تدورهاش مش من الدواء مش من اصلا وجود هيموجلوبين اسمها هيموجلوبين يوريا لك روح فهمتوا. لكن معلش انا من سائر الكل تعرف ان العين وخصة علي مش عيني عيون الميكروسكوب. اسمع في ميكروسكوبك هيماتوريا تبان بالتحليل، وفي ماكروسكوبك يشوفها المريض. علاش التقسيم هذه؟ انه شاف الذف او ما شافهاش، او في بين في الهيماتوريا والبينس تو الكانسر يحب يدير بينس والالتهابات والستون بين فول مثلا، او ان الدكتور والله يطلع بدايه البول يطلع دم وبعدين يصفى. هذه مشكله وين؟ في اليوريترا. او تيرمينال البول عادي في نهايه البول يطلع دم، هذه من الترايبل، من الترايبل والروتيشن بتاعها لما تحصل طلع دم، او كل على بدايه النهايه. او شفت هذه كانسر وظهر طلع دم يتخلط مع الدم مع البول قصدي، فمن بدايه البول لنهايه كل دم. هذه غالبا مع الكانسر. فدي بس سؤال، الكانسر يحب مايكروسكوب ولا ميكروسكوب؟